السلام عليكم، صباح الخير، عيد مبارك سعيد للجميع. أثار انتباهي خلال هذا الصباح، خلال الكلاس ديال هذا الصباح، ونحن يعني باقيين في كازا على لاكوت. إذن الحمد لله ارتاحنا مزيان، على خير وبخير. الآن انتهت المسرحية بكل بساطة. أثار انتباهي واحد تدوينة مفادها قال لك النقابات تفرض، تطالبوا من النقابات تفرض على بن موسى باش يعني يديروا شي حل من غير المباراة بالنسبة للإدماج ديال دكاترة القطاع أو تغيير الإطار بصفة عامة. وباقيين تقول لك يقترح الوزير، يقترح المباراة، والوزارة تقترح أشياء أخرى وتفرض يعني الإدماج بالمنظور أو التصور اللي كانوا أثاروه يعني يتداولوه منذ زمان، وهو الإدماج في دفعة أو دفعتين إلى آخره، وعدم اعتماد المباراة، في حين أن الوزارة تدفع دائما في تقنين هذا الإدماج داخل النظام الأساسي. إذن هم تعرفوكم بأنكم فاهمين حتى حاجة وما عارفينش لي بروسيدور سويف إلى آخره، ومن غادي نرتاح اللي غادي نتفرغ لهذا الملف، هذه الملفات، هذه المراوغات، يعني يستبعدون الناس. أولا بعد النقابات، الدور ديالها شنو؟ الدور ديالها هو اقتراحي استشاري فقط لا غير، ما تقدرش تتجاوز هذا الدور ديالها اللي هو اقتراحي واستشاري، تقدم اقتراحات وتقدم الاستشارة، ني بلوس ني موان. الوزارة بالموسى بنفسه يقترح ولا يمكن أن يفرض أي تصور على الحكومة، لأنه التي يفرض باش تفرض خاص تكون عندك القوة، القوي يفرض عن الضعيف، من يفرض فهي المصالح ديال المالية مول الشكارة، المالية هي التي تفرض التصور ديالها، لأن هي اللي تحدد مناصب، وهذه المناصب مالية ومرتبطة بالقرمومة، إذا خص تكون الفلوس موجودة. إذا هي من تحدث مناصب مالية فيجب أن يتم تكون محدودة وخاصها تكون متبارعة عنها، تكون بالمباراة، لأن المناصب تكون محدودة. ثانيا هذا تغيير الإطار بالنسبة لصاحب المصدر أو يعني تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بالنسبة للدكاترة، بكل بساطة هذاك الشيء اللي كان تتسمى التكليفات بالنسبة للابتدائي والإعدادي بالنسبة للحامل الشهادات، هذيك التكليفات اللي كانت تكون يعني في الثانوي التأهيلي بالنسبة للابتدائي والإعدادي، بكل بساطة غدير لها تقنين داخل النظام الأساسي. وبالتالي فالمناصب محدودة وحسب الخصائص اللي تكون في الثانوي وحسب التخصص
وبالتالي في المناصب محدودة وسيتم تقنينها بمباراة. انتهى الكلام. بالنسبة للإدماج ديال الدكاترة في هذا الإطار الجديد ديال أستاذ باحث مساعد اللي هو يكون عنده يعني على غرار أساتذة التعليم العالي، ثاني من بعد نتفرغوا ونعاود نطرق لهذا الموضوع. فهو هو عنده مناصب مالية متبارعة، لأن المناصب المالية تحدث والمالية هي التي تقرر، هي التي تفرض أنها هي الأقوى. وبالتالي من تيدار إحداث أي منصب مالي يكون متبارع عنه، لأنه بكل بساطة يكون محدود، مناصب مالية محدودة. والقانون المالي هو الذي يبين لنا عدد المناصب التي ستحدث. إذن بكل بساطة من مطلب ديال الترقية بالشهادات بالنسبة للماستر والدكاترة إلى تقنين فقط تغيير الإطار بالنسبة لأصحاب الماستر وتقنين الإدماج بالنسبة للدكاترة. انتهى الكلام. ثانيا الاقتراحات ولا يعني التفاوض ولا إلى آخره، في هذا الوقت هذا مشى لأن اللجان تكون داخل اللجان التقنية أو الموضوعاتية، واللجان التقنية والموضوعاتية انتهت من الأشغال ديالها منذ قرن وزمار. المسودة ديال النظام الأساسي انتهت، القرارات اللي تتنظم المباراة انتهوا منها. إذا ما بقى حتى شي حاجة تزاد نهائيا، والمباراة تم الحسم فيها وتم اتخاذ القرار وبالموسى تيقترح، وهذا الشيء دار قبل من شهر 9 شهر 12 نهاية السنة اللي فاتت، كل شيء انتهى، كل شيء التصور انتهى والمباراة وهذا الشيء اللي غيكون كل شيء انتهى. إذن بالأمس انتهت اللجنة اللي كانت تدي فقط التدقيق في القرارات والمراسيم، وبالنسبة للنقابات كانت غير من أجل الاطلاع على هذاك الشيء اللي ديال المسودة ديال النظام الأساسي وهذاك الشيء ديال القرارات اللي زارت اللي غادي يفعلوا المراسيم إلى آخره. إذا انتهت اللعبة وانتهى كل شيء، ما تبقوش تحلموا، لأن من يفرض هو القوي وليس الضعيف، ومن يفرض فهي المالية وليس بن موسى. بن موسى فقط يقترح كوزير ويقترح، المالية هي التي لها اليد الطولة في اللعبة. فعارفينكم اللي قالوا لكم تتصدقوا غير ملمين يعني بهذه المسائل اللي هي قانونية إلى آخره. إذا كان يعني اللي كاينين في اللجان الثنائية إلى آخره اللي تدافعوا عليكم وغير ملمين لا بتشريعات ولا بقوانين إلى آخره، غتلقاو باراشيتا ولقاو رؤوسهم داخل اللجان الثنائية. شو واحد كان عارف القيس؟ لا خبرة لا ولا في القانون ولا في التشريع، واش غادي يوقف الند بالند مع خبراء في قانون التشريع مديرية بحالها ديال فض النزاعات والشؤون القانونية؟ يعطوكم الفوتات وانتهى كل شيء. اي واحد باقي تيقول لك كاين اقتراحات الى اخره وباقي غادي دير، فهذاك تنعرفوا بانه خرزي درزي ما فاهم حتى شي نمي. اذا انتهت اللعبة واستعدوا الى المباراة، انتهى الكلام. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، تساوش بارتاجو على النقم حتى هما الفائد كثر من الجيم الاجاب دائما دورهم 120.